سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى كنتم تكونوا بخير وعلى خير. الله يخليكم بخير. اليوم البنات جيتكم في فيديو جديد ونهار جديد. بغيت نصاوب بيكاب علاش ما شاركاش مع المشاهدين. ثلاث بيضات فقط كيف ما شفتوا، هانتوما ثلاث بيضات، مدينا واحد كاس الحليب، كاس السميده، وكاس الزيت، وجوج خمارات كيم باودر، وعندي هنايا واحد القريش قشيرات الحامض محكوكه كما شفتوها هي. الدقيق ديالنا على حسب الخليط، وتابعوني عليها. بغيت نشارك معكم شحال هادي ما درت معكم شي فيديو، قلت علاش غندير نفسي كيتا نسلم على المشاهدين ونشوف المشاهدين ديالي. وهانتوما معايا عندي الربيط ديالي على بركة الله، بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هانتوما شو هنا ثلاثة د البيضات، كاس د الحليب. البيضة البنات تكون على حرارة المطبخ كيما شتو، هاد القبيصة نتاع هي الحامض المحكوك، وواحد القبيصة نتاع الملح البنات هانتوما كيما شتوها، والسكر سميدة كيفما شفتو، كاس كاس العنبة البنات هانتوما، والزيت، الزيت البنات نص كاس فقط، متعمروش الكاس غير مملوء هانتوما. ونديرو كلشي في الخلاط ديالنا، وندوزو الخلاط، ندورو في الخلاط ونرجع لكم. دابا البنات هانتوما بعد ما طحنت الخليط ديالنا، درت نصف الكمية ديال الدقيق في الكارة اللي ميت، وطحنتهم مزيان كيفما شفتو هانتوما. الطريقة كتجي أفضل حسب زوينة كتجي، كتخلي الكيك، كتساعد الكيك ديالنا باش يطلع هكا هانتوما. قبل نزيدو هاد شوية ديال الدقيق اللي مازالنا هنا، ندير البنات ربعة ديال الدقيق، خمارات طابية في الحال هانتوما جوج، هاد الخمارات، ونخلطو الدقيق ديالنا و الخمارات جيدا مزيان. شحال هادي بنت ندرت معاكم شي فيديو، الفيديو ديال الميلود. متنساليش وصافي، زيد دقيق حتى يتخلط لنا الخليط ديالنا مزيان. شكرا لكم على كومونتيراتكم الزوينين، واخا يا البنات شي كومونتيرات تحطوا ليا سلبيين شويه ماشي مشكل، تقبل السلبي والايجابي كلشي بحال بحال، كل كيعبر على الراي ديالو. طبيعة الحال حنايا معاكم في الفيديو اللي حطيتكم ديال عيد المولد النبوي. كل شيء اخوان حطوا ليا شي فيديوهات شي كومونتيرات عفوا سلبيين شويه ماشي مشكل، نستحمل المشاهدين ديالنا والمتابعين ديالنا في الخير والمزيان. فاش نديرو مزيان راه حتى الراي ديالكم محلو. مرة أخرى ما نعاودوش نصور لكم بحال هاد الفيديوهات، فات منا واحد طيناهم، وحنا عندنا زعما قناة صغيرة ما يمكنناش نحيدوهم. كنتمناكم لي ما متابونيش في القناة يضغط على الجرس باش يوصلو كل جديد ديالي. وهادي هو الكيك ديالي هانتوما، دابا غنديرو المول ديالنا كيفما شفتو، هاهو غنديرو ونديرو الكيك ونرجع عندكم. دابا كيما شفتو دابا الخليط ديالنا البنات بعد ما دهنا المول ديالنا هانتوما، هانتوما هانا ماما راه بنتي
وهذا هو الكيك ديالنا كما شفتوا. نتمنى يعجبكم نتوما. نتمنى تكون الصوره واضحه وتكون كنبان هي هذيك وكنصور راسي على البنات. وهذا هو الكيك ديالنا نتمنى يعجبكم. دابا غادي ندخلو للفران ان شاء الله. انا الفران كنخليه بارد وندخلو على الفران بارد وعاد نشعل عليه. نتمنى تعجبكم ان شاء الله وتكون عند حسن الظن. وما تنساوش ملي لايك والبارطاج البنات. يلا نخليكم معايا. ها انتما هو الكيك ديالي. دابا ندخلو الفران. دابا البنات من بعد ما درت الكيكه ديالي طيب ندير معاكم شي واحد العصير بالفانيلا ولا بوكا كيف ما شفتوا معايا. ندير ثلاثه ديال البنانات وثلاثه ديال الافوكات. انتما شفتوا كيجي عصير زوين وخاطر. وانتم تتابعوا معايا صوروا الفواكه ديالنا راه طايبه البنات. انتم ثم الفواكه ديالي طيبة. نزيدو الثانية. هانتوما البنات طايبة صباح الله غزالة. دابا الفواكه راه طايحة شوية في الثمن ماشي بحال رمضان تتكون غالية. تابعوني العصير ديالي كما قلت لكم انتما. ثلاثه ديال البنانات طايب ما تحتاجوش كاع تقطعوا البنات مقطع راسو بيدو انتما. نزل عليا هاد الحبه نزيدها وبخليكم معايا كيف ما شفتوا معايا الفوكا والحليب والبنان ديالنا درناه وداكو السكر عليه. السكر على حسب الذوق. ثمن كاس العامش وعندي هنا حليب ديال العبار. ونطحنو جيدا ان شاء الله. وانتم معايا خليكم معايا. نتمنى هاد النهار يعجبكم نهاري اليوميات ديالي. نتمنىهم يعجبوكم ويكونوا خفافين عليكم ونكونوا خفاف على قلوبكم. وانتم معايا ان شاء الله بعد ما طاب الكيكه ديالي وجد ان شاء الله العصير ديالي. خليكم معايا وما تمشيو. وهذا بقى البنات انتم كما شفتوا الكيكه ديالنا بطنا وجدات. حتى غندوزو للتزيين. عندو لا شويه ديال مربى ولا عسيله. انا درت عسيله. عندكم في عندكم الناباج ديروا الناباج انتما. وانتي لا شويه ديال لوز افيلي انتما. Thank you.
هذا هو الكيك ديالي، نتوما كيجا نتمنى يعجبكم، وانتم معايا ان شاء الله نقدم لكم مع العصير ديالنا. تابعوني. هانتوما البنات، من بعد ما وجدت الكيكه ديالي والعصير ديالي كنتمنىهم يعجبوكم. الكيكه ديالي كي جات هانتوما هشيشة. هانتوما الكيكه كي جات، نتمنى تعجبكم وتكون خفيفه عليكم، وما تنساوش من البارطاج واللايك، وشكرا لكم. الى فيديو اخر.